من بيت السيدة فيروز من بيت الملكة طالعين مشاهدينا بكل زاوية بهالبيت حكاية لها الست الجميلة. ما عم لاقي شغل لهيك أنا عم بظهر بسعر رخيص. إنه ما فهمت هيدي الجملة شو اللي ضحك فيها يعني. وهيدا الشيء عم بيسبب لي مشاكل كثير، عم جيني مثبت على الفيسبوك. ست ليلى شو رح يوقف شغله؟ أوريدي صار يعني ما بعتقد إنه رح تكفي أساساً. وأخيراً هالورشة بهالبيت رح تصير ورح تبلش واللي هي المتحف الفيروزي اللي صرنا زمان ناطرينه. أنا صاحب الجرح، أنا اللي سمعت الأم سؤالي، أنا اللي عرفت من ورق أمه بدل خير، بسمع صوتها على التلفزيون. من مبنى جديد، حائط الجديد رح يحمل رسمة على يد فنانين لإلك ولشخصي. للنشر مع ريما كركي، تنين 9:30 مساء على الجديد